وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة في الحلقات اللي كنحاولوا ما أمكن أننا نفيدكم ونعطيكم مجموعة ديال الوصفات ومجموعة ديال المعلومات اللي تفيدكم في المشاكل ديالكم. ففي هذه الحلقة غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وهو الناس كيقولوا مشكل العقم لكنه مشكل تأخير الإنجاب. الناس اللي عندهم مشكل ديال تأخير الإنجاب ما عندهمش وليدات، تزوجوا عام عامين، كاين اللي 10 سنين. فهنايا كاين تفصيلات كثيره في هذا الباب. فاول ما غادي نتطرقوا ليه في هذه الحلقه هو المشكل عند الرجال. فبالنسبه للمشكل عند الرجال في تاخير الانجاب، بعد ما كيشوف الطبيب وكيقوم بالتحاليل والفحوصات ديالو، فكنجيو للسبيرمو، للنتيجه ديال الحيوانات المنويه، فكنشوفوا فين كاين المشكل. يا اما كيكون المشكل في عدد الحيوانات المنويه قليله، يعني كتكون اقل من 28 بار مليون، او كيكون المشكل في الحركيه، فكتكون الحركه ضعيفه جدا، او لا الحيوان المنوي كيموت بعد سويعات، يعني 3 سوايع 4 سوايع كيموت الحيوان المنوي. فإذا كان تشوه في الحيوانات المنويه كيكون مشكل في الصوت، ما كيوصلش الحيوان المنوي، او لا كيكون البويضه، او لا كيكون مشكل في الراس ديال الحيوانات المنويه. وكاين مشكل كيكون مشكل في الهرمون، بالاخص هرمون الحليب، فكتلقى زيرو في الحيوانات المنويه. مشكل اخر اللي هو نادرا في كيكون هو السبب في عدم الانجاب، اللي هو دوالي الخصيتين، لانه كاين الناس اللي عندهم مشاكل دوالي الخصيتين ولكن العدد عندهم طالع، اذا ما عندهمش مشكل ديال الانجاب من دوالي الخصيتين. فهنايا بزاف اللي بغيت نشير واحد النقطه اللي مهمه، كاين بعض الخطرات المراه هي اللي مسكينه كتبقى تجري لانها كتقلب على الابناء، فكدير التحاليل كتلقى عندها مشكل بسيط في الهرمونات، فكتبقى تجري على راسها بدون العلم ديال الزوج ديالها. فالنصيحه ديالي انها واخا هي دير الفحص او الكشف على الحاله ديالها، فكذلك الزوج يدير التحاليل ديالو ويشوف، لان شحال من مره كنلقاو حالات دازو عندنا كثر، كتلقى ان المراه كتبقى تجري على المشكل اللي عندها، وبالتالي كيكون حتى الرجل عنده نقص في الحيوانات المنويه، فكتبقى بحال كدور في نفس الدائره. ها هي تعالجات وهي ولات عندها الامور مزيان، مادام الرجل باقي عنده المشكل فما كتكونش النتائج. فبالتالي من الافضل ان الرجل والمراه كلاهما انهم يقوموا بالفحوصات باش يعطيونا المشكل اللي كاين، باش نوصلوا نتيجة في اقرب وقت. فبالتالي في جميع الاحوال حينما تكون المشكل يتعلق في الحيوان المنوي، اما ما كنهضروش حاليا على المشكل ديال الهرمون الحليب لان مشكل مختلف تماما، على المشكل ديال الحركه وديال نقص في العدد وديال التشوهات بصفه عامه. ففي هذه الحاله هذه كتكون ان شاء الله الامور اللي هي بسيطه، كنديروا واحد المساعده غذائيه، واحد الوصفه اللي هي بسيطه كتخاد على شكل وجبه، كدار مره في اليوم على الاقل، حتى جوج المرات كدار في الفطور وفي كاسكروت، او على الاقل في الافطار. فهاد الوجبه هذه مهمه جدا باش كتكثر لنا العدد وكتنشط لنا الحركيه. فهاد الوصفه هذه هي كناخذوا ملعقه ديال الزبده بلديه كندوبوها، كنديروا فوق منها فوق نار هادئه طبعا، كنديروا فوق منها بيضه بلديه او زوج بيضات بلديين، ملي كيقربوا يطيبوا كنحيدوهم من العافيه وكنديروا فوق منهم معلقه ديال العسل الحر. هذه كياخذها الرجل كوجبه رئيسيه في الافطار. هذه من جهه، اما من جهه العلاج والدواء فباذن الله ممكن اننا نديرو يا اما عسل الضموس او عسل السدر. فكناخذوا كيلو ديال العسل، كنديروا 80 غرام ديال حبوب اللقاح، كنديروا 50 غرام ديال غذاء الملكات لاجولا رويال، كنديروا جينكو بيلوبا 50 غرام، الجانزينغ 50 غرام، طلح النخيل 80 غرام، كنديروا 50 غرام كل من زرعة خيزو طبعا مسحوق، زرعة خيزو، زرعة الكرافس، زرعة الفيجل، زرعة البصلة، وكنديروا زرعة المعدنوس. فكناخذوا هاد الخليط كنخلطوه مزيان وكنديروا ملعقه صغيره قبل الافطار، قبل الغداء، قبل العشاء. هذه من جهه. من جهه اخرى
انه كاين اعشاب اخرى اللي كتساعدنا بحال مثلا القرنفل هو مزيان، الحمص كذلك مزيان، فديك الساعه كتختلف على حساب الحاله، لان يعني الناس اللي عندهم قرحه المعده وعندهم مشكل في القولون ما يمكنش ياخذوا الاعشاب اللي كتكون ساخنه جدا، فبالتالي هنا كتبقى على حسب التشخيص والتركيبه، فهذه التركيبه هي عامه لكن هناك استثناءات ما يمكنش اي واحد يديرها اللي عنده بعض المشاكل في الجهاز الهضمي. فبالتالي هذه هي تركيبة لتصلاح المشكل اللي عند الرجال في تأخير الإنجاب. أما الإشارة اللي شرت لها من قبل مسألة العقم، فأغلبية العقم هو أن التعريف ديال العقم هو أن الرجل كيكون في حالة جيدة والمرأة كتكون في حالة جيدة وما كتكونش ما كيكونش حمل. فهنا خص الإنسان يلجأ للعلاج بالصداقات، العلاج بالدعاء، والعلاج بالتقرب إلى الله عز وجل، رغم أن جميع الحالات المرضية خاص يكون العلاج بهذه الطريقة، إلا أنه من يكون عندنا تأخير الإنجاب أي كين مشكل فيجب أن نتعبد إلى الله من أجل العلاج، زائد أننا نتخذ أسباب. أما إلا كانت الكل الأمور اللي عندنا هي جيدة جدا وما كينش، فبالتالي يبقى حل واحد هو التوجه إلى الله، وكيبقى اتخاذ الأسباب في التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وبالصدقات. وبالنسبة لهذه الوصفة، فالناس اللي ما قدروش يجمعوها ممكن أنهم يتواصلوا معنا، فهي اللي كتشوفوا على الشاشة، فممكن أنكم تزورونا في المركز ونشخصوا معكم ونعطيكم هذا الدواء هذا. وفي حالة كان المشكل ديال البعد، فممكن أنكم تواصلوا معنا في الواتساب وتصفتوا لنا التحاليل ديالكم ندرسوها ونشوفوها، ممكن أننا نرسلوا لكم الدواء يوصلكم حتى البيت. وما تنسوش الاشتراك في قناة الأستاذ بدر القرعاوي، وما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ونتمنى أن هذه الحلقة تنال الإعجاب ديالكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.